تضامنا واستنكارا للحديثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقصية بالإسكندرية، نظم فريق المبادرة الفلسطينية في حب مصر فعالية إنارة الشموع تنديدا بسقوط ضحايا التفجيرين الإرهابيين. رسالة للمصريين بأنه إحنا قلب وقالب معاهم ومنجب الإرهاب في أي مكان في العالم. تاريخنا من الأزل بأنه تاريخنا واحد، الدم واحد، هون في مقابر للمصريين، بالتالي انه احنا يعني كان المفترض انه احنا يكون قلوبنا على قلوب اخوتنا المصريين سواء كانوا مسلمين او مسيحيه. استهداف الكنائس في مصر اثار حفيظه وغضب جميع الاوساط الفلسطينيه وعلى جميع المستويات خاصه الشباب الذين حضروا الفعاليه للتعبير عن رفضهم لكل ما يتنافى مع قيم ديننا الحنيف والقوانين الانسانيه التي نصت على احترام حق الانسان بالحياه وعدم التعرض لها. الهدف الأساسي لإقامة هذه المبادرة وإطلاقها هو توطيد العلاقات الفلسطينية المصرية وتحديدا لفئة الشباب التي تتعرض طبعا منذ 10 سنوات لعزلة تامة، وكان للشباب الفلسطيني رأيه وكلمته في رفع الستار عن العلاقات المصرية الفلسطينية. إنارة الشموع حملت رسائل القائمين على الفعالية والمشاركين فيها من الشباب والوجهاء والمخاتير الذين أرسلوا بالتعزية لجمهورية مصر رئيسا حكومة وشعبا، آملين توحيد صفوفهم في مواجهة الإرهاب الذي يهدف بالأساس إلحاق الأذى بالشعب المصري. مصر برئيسها وحكومتها وشعبها صامدة وصابرة قوية كأهرامات الجيزة، لن تستطيعوا أن تمسوا منها ولن تنالوا منها، وستبقى هي الراعية والحافظة للأمة العربية لتعيد لها كرامتها وعزتها ومكانتها. إلى السيد الرئيس وإلى شعب مصر نقول لهم تعازينا الحارة ولكنكم أنتم الأمل. رسالة إنسانية أنارتها شموع ضد ظلام الإرهاب حملتها أيادي الفلسطينيين لأرواح الأبرياء الذين راحوا ضحية تفجير الكنائس في مصر الشقيقة، مؤكدين على موقف الشعب الفلسطيني الرافض لإراقة الدم المصري والدم العربي على حد سواء. صفاء الهبي، التلفزيون فلسطين، غزة.